السلام عليكم، مرحبا بكم معايا مرة أخرى في فيديو جديد. كنتمنى إن شاء الله تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم كيف ما كتشوفوا غادي نقدم لكم هاد الكيكة ديال كيف ما كيقولوا الكيكة ديال 6 ملاعق. يعني المقادير ديالها ساهلين وقلال، يعني ما يكترش بزاف. وزينتها بهاد لاكريم هادي ديال البرتقال اللي كنحضرها بلا بيض، كتجي رائعة، فيها واحد الرائحة صراحة كتشهي. كيف ما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. هذا انا حاولت نزينها بالبرتقال ورقه النعناع. غادي نقطع منها واحد الطريف دابا ونشوفها كي جات. صراحه كتجي بنينه هاد لاكريم هادي، سهله وبنينه، والكيك كيجي خفيف. كيف ما كتشوفوا كتجي الكيك كيجي خفيف على هذا الشكل هذا، ولا كريم كتجي بنينه ورائعه. خليكم معايا ان شاء الله باش نتلاقاو ونشوفوا المقادير وطريقه التحضير. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو بالكيك. هو الاول غادي ناخذ هنايا عندنا جوج ديال البيضات، غادي نزيد عليهم 6 المعالق ديال السكر سنيده، غادي نطربهم السكر والبيض مزيان حتى يندمجوا. من بعد ما خلطت البيض والسنين مزيان غادي نزيد 6 المعالق ديال الزيت. ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة. دابا غادي نطربهم حتى هما مزيان. غادي نزيد الحليب حتى هو 6 المعالق. واحد، جوج، غادي نزيد هاد المبشور ديال البرتقالة. وغادي نطرب الكل مزيان. دابا غادي نزيد 6 المعالق ديال الطحين. ضروري تغربلوهم باش ما يكونش عندكم هذاك الحبيبات ديال الطحين. 6 المعالق ديال الطحين يكونوا عامرين مزيان، يعني ما يكونوش ممسوحين. وغادي نزيدو ملعقه كبيره ديال خميره الحلويات، ملعقه صغيره عفوا، تكون عامره مزيان. كيف ما قلت لكم ملعقه صغيره ماشي كبيره، انا غلطت في الاول قلت لكم كبيره. غادي نغربلوهم ونخلطوا الكيك. صافي غادي نستمر تخليط حتى هاد الطحين ديالنا يدخل مزيان، تخلط لينا الكيك. كما كتشوفوا راه الكيك خاص يكون خفيف لهاد الشكل هذا. من بعد ما خلطت الكيك مزيان جبت المول اللي غادي يدخل الفرن. سبق لي دهنته بالزبده ورشيته بشويه ديال الطحين. غادي نخوي فيه الخليط. وغادي ندخلو للفران يكون مسخن من قبل، يعني كل وحده على حسب الفرن ديالها. تقريبا كتاخذ لي واحد
نصف ساعه والفران كيكون مسخن على درجه حراره 180 درجه. غادي ندخلوا الكيك للفران وغادي نطلقوا باش نوجدوا الكريم. الكريم غادي نحتاجو فقط هنايا درت واحد الكاسرونه شعلت عليها نار مهيله كيف ما كتشوفوا. غادي نحتاج معلقه كبيره ديال الزبده، غندير الزبده هي الاولى تذوب، وغادي نحتاجو من بعد ما تذوب لينا الزبده غادي نزيد عليها كاس كبير ديال البرتقال معصور ومصفي، محيدين منه دوك الشوائب ديال اللي كيكونوا في البرتقال. غنتسناو على الزبده تذوب من بعد نزيدو الليمون. من بعد ما ذابت الزبده كيف ما كتشوفوا غادي نزيد عليها كاس ديال البرتقال كيف ما قلت لكم راني عصرته وصفيته. غنزيد عاوتاني ملعقه كبيره ديال السكر سنيده، اللي كيبغي الحلاوه اكثر من هكا ممكن ديروا ملعقه ونصف. غادي نزيد غادي نحركهم، ودابا غادي نزيد ملعقه كبيره ديال النشا يعني مايزينا. وغادي نبدا نخلط هذا الخليط هذا حتى يختفي ودوك الحبيبات ديال المايزينا. غادي نستمر بالتحريك ما نوقفش من التحريك، ونتسناو على الخليط حتى تيختار تيولي عاقد. كيف ما قلت لكم ما غاديش نوقفوا التحريك، انا استمريت بالتحريك تقريبا خدات مني واحد 3 دقائق 4 دقائق. كيف ما كتشوفوا هي تقالت الكريم، ضروري تبقى مستمرين في التحريك باش ما تحرقش باش ما تشكلش لكم هذوك الكويرات ديال النشا. صافي غادي نطفي عليها دابا، غادي نفرغها في شي اناء ونخليها تبرد. ممكن تحطها في الثلاجه ممكن تخليها تبرد على برا كيفما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل. هذا صراحه كتجي رائعه، فيها واحد الريحه زوينه بزاف. انا غنديرها في واحد الاناء وندخلها للثلاجه باش تبرد. ها هي ديال الكريم، غادي نخويها في هاد الجبانيه هادي. كتجي رائعه الصراحه، عندها واحد الريحه كتشهي. غادي نغطيها بلاستيك غذائي، ضروري البلاستيك الغذائي يقيس الوجه ديال الكريم باش ما يشكلش لنا ديك الطبقه من الفوق يكرم. غادي ندير ليه على هذا الشكل هذا، ندخلو للثلاجه يبرد. وحتى الكيك ديالنا راه وجد، غادي نخليه حتى هو يبرد وان شاء الله نطلقوه باش نزينو الكيك ديالنا. صافي دابا من بعد ما طابت الكيك ديالنا وجدات لا كريم ديالنا ديال البرتقال، انا بديت كنزين الكيك. دهنته من جناب بالكونفيتير ديال المشمش ودرت له هاد شويه ديال الكوك. كل واحد يزين شنو اللي عنده موجود في الدار، ممكن ديروا كاوكاو مهرماش ولا اي حاجه بغيتوها. دابا غادي نحاولوا نديروا هاد لا كريم، نزلوها بحال هكا، نحاولوا نسرحوها على التورته على الكيك ديالنا. انا غنستمر في التزيين ومن بعد نطلق. صافي هنايا سرحت لك الكريمه ديالي وزينت بهاد الدوائر ديال البرتقال وواحد الوريقات ديال النعناع، يعني كل واحد كيدير التزيين اللي بغى. هذا هو الشكل النهائي ديالها، نتمنى ان شاء الله تكون نالت الاعجاب ديالكم. نتمنى ان شاء الله تجربوها وتردوا عليا الاخبار في التعاليق، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. بالسلامه عليكم.